خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم بين انا طلب بزاف الناس كانوا باغين ابارتمون في سونتر فيل فيها 3 ديال لي شومبر. هذا الابارتمون جات بناء على الطلب ديالكم. هذا الابارتمون فين جات؟ الابارتمون ديال اليوم جات في شارع مولاي اسماعيل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع مولاي اسماعيل فين جا، جا في سونتر فيل قريب من المحطة القديمة، قريب من رياض تطوان، الرومبوان ديال رياض تطوان، قريب من شارع مولاي يوسف، قريب من شارع المكسيك، إيبيريا، وقريب حتى من طريق الرباط. قريب من هادشي كامل اللي قلت لكم هنا، لابارتمون فيها 120 متر، ذو إيطاج رابع، والعمارة فيها لاسانسور. يلا نكتشفوها ونكتشفوا البصالة ديالها اللي غادي تحمقهم. بصالة اللي راك تعرف. استثنائية. استثنائية في سونتر فيل ديال طنجة. يلا نكتشفوها جو. ويلا نكتشفوا هاد لابارتمون اللي كيف ما قلنا لكم جات في السونتر فيل ديال طنجة، والبصالة ديالها غزالة غزالة بزاف. مع الدخلة كنلقاو لابارتي ديال الضياف، كاين وسط الدار فيه الكناطي مع الصالون. وحتى هاد الدخله هادي اللي هما عاملين فيها بترينا وعاملين فيها هاد القنصوله اللي كانت تستغل مثلا بالكراسه ولا شي طبيله هيدا ولا شي كانابي سو فورم دو ال، يعني راه المساحه راه كاينه، هادي جات مقنته، يعني حتى هادي يمكن تستغل لانها تستغل. هنايا مقبص القبس عادي اللي فيه لي سبوت، والحق القبس اللي كاين في سيجو وفي الصالون هو اللي غادي يعجبكم وغيحمقكم بزاف. النقش استثنائي اول مره كنشوفوه في لي زابارتمون، خاصه اللي كاينين في سونتر فيل. هنايا كاين سيجو ديال لابارتمون اللي مع الدخله ديال لابارتمون، فيها هذا القوس هذا ديال القبس اللي حتى هو مخدوم باليد، كيجي غزال وكيجي بهاد جوج ديال الساريات، كيجيك بحال الدخل ديال القصر. والله الا ورا لابارتمون كتبع سوا بالفراش سوا خاويه بزاف. يعني بالنسبه للناس اللي غيبغيو يشربها بالفراش، هي فاتي غادي تطي لكم بالفراش، واللي غيشريها خاويه راه ما عندكم ما تصلحوا فيها، غادي تجي اجي جيب الرحيل ديالك وسكن. هنايا هاد السيجو الاولاني مشطو فيه الكناطي ديال الجلد، الجلد بالطويله ديالو. هاد مع هذا القبس، هذا قلنا القبس المنقوش اللي على اليد، المنقوش على اليد، يعني الحاجه اللي مخدومه على الصح الصحيح، ماشي غير ديك تجيبو للصاق. داكشي اللي كاين منقوش غزال بزاف وراه فيه الخدمه. وي يعني غير من الدقه ديالو باين انا استغرق مده طويله، وخلطو مع لي سبوت، يعني عطى منظر مزيون، منظر غزال. وهذا النقش الفاسي ما عرفش من هذا، واقيلا لابارتمون مولات لابارتمون سمعت بحال قالتنا هذا النقش الفاسي، القبس الفاسي، شي حاجه اللي هي غزاله. الدار يعني جا جامع بين جوج بيوتات النعاس والحمام وعاد الصالون، وعاد كاين البيت الاولاني اللي مع الكوزينه اللي باقي ما شفناش، يعني من بعد غنرجعوا بعد نرجعوا نشوفوا ان شاء الله. دابا ندخلوا للصالون ديالنا ونكتشفوا كيف ما قلتي تبارك الله، هو صالون اللي هو فيه خدمه رائعه واستثنائيه، وطبعا حنا كنشجع كل ما هو تقليدي. داكشي اللي كاين نقش غزال صراحه الله، انا فيديو عجبني بزاف، وبحال اللي كيدير في الفيلات هذا النقش هذا، يعني قاعه الحفلات، قاعه الحفلات فيلات نقش غزال. والصالون تبارك الله راه كامل منقوش، وحتى الحيط راه السقف هاي غادي طي لكم باتي كامل هاد النوع هذا منقوش لي باليد، يعني يكون في عوان اللي نقش. وحتى التصميم جد رائع، خلط ما بين الزليج الفسيفساء في الزليج حتى النص، والباقي عمل له حتى هو قبس منقوش، يعني غزال بزاف. واختار انه في هاد الموطا هذا ديال الحيط انه يعمل هاد المرايا اللي قدروا انهم يعملوا فيها من بعد ديكورات، يعني في صالة غزالة. وهاد الفصاد هادي كتطلل كاملة على يا شاهين على الشارع الرئيسي، على الشارع الرئيسي. وطبعا هو عمل هنا جلسة تقليدية، حيت ما يمكنش تجي جلسة عصرية من غير التقليدي. عندك صح، لا عمل جلسة عصرية اون فاس لا بالحق مع هاد القبس، يعني اللي كاين خص يكون جلسة تقليدية.
وفيها سداد البكتيريا ديالو مطوب بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشربوها بالفراش. وكيف ما قلنا لكم فيها 120 متر جات في شارع مولاي اسماعيل في الايطاج الرابع. فين جا شارع مولاي اسماعيل بالضبط؟ هنا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع مولاي اسماعيل فين جا، جا قريب من رياض سيتوان، قريب من المحطه القديمه، قريب من بالابطا، قريب من النجمه، وقريب حتى من كاستيا وطريق الرباط. ابارتمون في سونتر فيل مصلوحه كامله وفيها ثلاثه ديال لي شومبر. الاولى ديالنا لهنايا هما عاملينها بحال بيت كلاس او بيت مقعد. الحق اللي بغى يستغل باش يستعملها كبيت نعاس بامكانه. ممكن هذا البيت هو في هذا القبص الغزال اللي حمقني انا شخصيا بعدا. تبارك الله راه بيت كبير، هو في مزلج تلمس، فيه كتاره وسداده، فيه مطعم ديال التلفازه، وتا هو مزلج حتى النص، والباقي كلشي مخدوم على اليد، القبس منقوش باليد. وطبعا ما نساوش ان هاد لا شومبر هادي عندها البلكون ديالها الخاص اللي عنده اطلاله رائعه، عنده اطلاله غزاله على الشارع الرئيسي ديال مولاي اسماعيل، وكتبقى لابارتمون مشمسه ومضويه النهار كامل. ودابا نخرجوا ونشوفوا الباقي ديال الشقه. يلا نمشي ونشوفوا الحمام ديال لابارتمون. الحمام الرئيسي والتواليت ديالها اللي هو المساحه ديالو كبيره تبارك الله، كبيره يعني يقدروا يخرجوا منها جوج حمامات مثلا. يخليو الحمام الرئيسي وداك البيت اخر الباقي غندخلوا له يديروه، يديروا له عاود باب خاص به ويديروا له. هو ديجا لا شومبر هذاك كبير، يعني بامكانك في وسط منه تخرج واحد الحمام. داكشي اللي كاين. هادو افكار بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يزيدوا يصلحوا في لابارتمون، ولا يزيدوا ديك كرياتيفيتي ويزيدوا شي حوايج اللي هما ما كاينينش في البارك. حق كيبقاو دوك الاصلاحات غير الزواق على حسب الاضافات اللي اي يبغي يشري يعملهم. ديجا لابارتمون كامله مكموله، راه فيها 3 شومبر وحمام وكوزينه وعاد سيجور وصالون. وهنايا كنلقاو الشومبر الثانيه اللي حتى هي راها كبيره تبارك الله، عاملين فيها لي كاما كامل سيباري يعني ديال الوليدات. فيها حتى هي الماريو ديالها اللي من بعد فاسي غادي تورينا الماريو. هاد لا شومبر كتطلل على لا فاصاد الثانيه، فاصاد الثانيه على باتيو، على باتيو، يعني عندها واجهه على الشارع الرئيسي وواجهه على باتيو. وديجا السقف اللي القبص اللي كاين في السقف حتى هو عاود مخدوم باليد، وكيف كما كتشوف الالوان اللي فيها جد راقيه، يعني صلاح الديكوره. اذا كنتو غادي تلبطوها للبنت يمكن انهم يصبغ عادي ديك الساعه كيصبغوها في الغوص مثلا، هما يختاروا الالوان. داكشي اللي كاين. وكيف ما قلنا هذا البيت تبارك الله راه كبير وواسع، يقدر في هاد لافارتي اللي فيها الماريو يجيني الحمام، تاخذوا له من المساحه ديال الحمام الاصلي على حيت الحمام الاصلي اصلا كبير، كبير. وتزيدوا هاد لا شومبر تضربوا فيها يعني سويت بالحمام ديالها. ودابا باقي ما شفناش، باقي لنا البيت نعاس الثالث، وباقي لنا الكوزينه اللي فيها الباتيو، وهي اللي نكتشفوهم. وطبعا كيف ما كنقولوا دائما ماشي ضروري تفرجوا فينا حتى تكونوا باغيين تشريو، تقدروا تاخذوا افكار على الاصلاحات. هانتوما كيف كتشوفوا الاصلاحات اليوم جد رائعه، يمكنكم تاخذوا فكره عليها وتطبقوها في المنازل ديالكم. واذا كنتوا اول مره كتشاهدونا ما تنساو بزاف ابوني او لا سبسكرايب، تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يلقاو لكم ديما الجديد ديالنا، وما تنساوش تعاونونا باللايك، راه باللايك ديالكم باش حنايا الحمد لله وصلنا لهذه المرحله اللي وصلنا لها اليوم. وكيف ما كتشوفوا هذه هي لا شومبر الثالثه اللي كاينه في لابارتمون، حتى هي فيها الوان جد رائعه. هذه هي المساحه ديالها، شومبر كبيره تبارك الله، هذه الشومبر الرئيسيه. وي جات غزاله، فيها كاما بالكوكيتات ديالها ولا كومود، والماريو ديال بيت النعاس، وحتى هي كتطلل على الفصاد الثانيه يعني على الباتيو. وي يعني هاد لابارتمون اذا فتحتي ليها غير الثقه راه تكون مهاويه، يعني حيت جات عاليه شويه كطخيام يعني عاليه بزاف، او ميم طون يعني مشمسه من جهه الشارع ومشمسه حتى من جهه الباتيو، يعني كتكون مشمسه في الصباح في جهه الباتيو، وفي العشيه كتكون الشمس ضاربه في الصالون وفي البيوت في بيت نعاس اخر اللي بالباطن. حتى القبص اللي كاين في هاد لا شومبر هادي حتى هو معدل باليد، حتى التصميم ديالو جد رائع، غزال بزاف. وعاد نسينا ما قلناش لكم هاد واحد البيت الخزين سده في ظل استغلال المساحه، يعني استغلوا هذيك ديال هذيك ديال الدخله ديال البيت، هذه راه كامله طلعنا من كان الواحد يعمل فيها الباكاج بصح. عندك الصح، يعني خزين رائع، فكره ممتازه، فكره غزاله. ودابا نشوفوا هاد الكوزينه هذه اللي تهي تبارك الله المساحه ديالها كبيره بحكم انهم كان فيها البالكون ودخلوه مع الكوزينه. فكرة رائعة اصلا ان الواحد البالكون غير زايد، البالكون اللي في الكوزينة ديما كيكون غير زايد، يزيدوه مع الكوزينة كتبقى فكرة رائعة تبارك الله. كوزينة كبيرة ودايرة بزليج حتى للسقف، وفيها هاد النوع هذا ديال الغرفة اللي من بعد فاتو غادي تشوف هنا، وهذا البالكون اللي كان ديجا مع بالكون ورجعوه كوزينة، هما استغلوه ونزلوا فيه لي ماشين، فران، ميكرو اوند، وحتى لابادورة.
وي وهاد الواجهات ديال الكوزينه علاش كطلب الواجهات الثانيه يعني اللي على باطيو الواجهه الثانيه والكوزينه تبارك الله راها ضاويه دايره بلاكارات بالنسبه لنا اللي غادي يبغيوها بالاثاث وفيها كاع لي ماشين فيها الثلاجه فران كونجيلاتور يعني فيها كاع لي ماشين اللي تحتاج اي كوزينه واللي بغى يدخل اصلاحات على الكوزينه بامكانه انه يزول هاد البلاكارات ويعمل كويزين ايكيبي عندك صح كويزين ايكيبي ديال غزاله هنايا مشيتوا معنا خوتي وخواتاتي هذه هي لابارتمون اللي جات بالايطاج الرابع فيها 120 متر فين جات هذا لابارتمون بالضبط عندها طبعا ما نساوش قبل ما نذكروا الموقع ما نساوش ان العماره فيها السنديك كاميرات سيرفيونس والعساس العماره ديالنا جات في شارع مولاي اسماعيل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع مولاي اسماعيل فين جا جا قريب من رياض سيتوان قريب من كاستيا قريب من سونتر في ومن نجمه طبعا ومن مالافاتا وقريب حتى من طريق الرباط قريب من هذا الشيء كامل اللي قلت لكم هنا وما نساوش بان العماره فيها لاسانسور فيها 120 متر فيها ثلاثه ديال البيوتا صالون سيجور والحمام والكوزينه مع البالكون اللي تدخلوه عاود في الكوزينه الثمن ديالها اذا عجبتهم شنو عليهم هنا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه حنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتيوها بغيتوا تسقسوا على هذا العقار ولا على اي عقار كتشوفوه في القناه ديالنا ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس دا كاين النمرة هنا كاين الريفيرونس اللي كاين على الشاشه وحنا غادي نعطيكم معلومات كامله عليها سواء في ابل او صيفطوا لنا غير الرقم في الواتساب عندكم ابارتمون للبيع ولا للكرا وبغيتونا نتكلفوا بها ما عليكم غير تعيطوا لنا مرحبا تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا نتكلفوا بهم سواء لا جيستيون ديال الكرا او للبيع حتى الاراضي اذا بغيتونا نتكلفوا لكم ببنيه الاراضي مرحبا حنا كنتكلفوا بهم وطبعا ما نساوش المشاريع التجاريه اللي عندكم وبغيتوا تعملوا لها الاعلانات يمكنكم تعيطوا لنا وحنا نعملوا لكم الدعايه قلنا لهم جميع المعلومات ما عليك غير تدعي مع الناس الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي وقولوا امين ونهاركم مبروك.